قال: هل يشترط في الوضوء التسلسل؟ فمثلا إذا انتهيت من الوضوء تذكرت أني لم أغسل وجهي، فهل يتوجب علي إعادة الوضوء أم يجوز في هذه الحال غسل الوجه والوضوء صحيح؟ عندما في الوضوء يا أيها الأحباء، السؤال أظنه واضحا، الإنسان نسي أن يغسل عضوا من أعضائه وبعد رجع تذكر، سواء كان وجهه أو يده أو أي شيء من أعضاء الوضوء المهمة الأركان. هناك شيئان في الوضوء يا أيها الأحبة مهمان: الترتيب والتوالي، الموالاة. الترتيب بمعنى أن أغسل وجهي ثم يدي ثم أمسح رأسي ثم أغسل رجلي، هذا الترتيب. التوالي أو الموالاة يعني أن أغسل وجهي ثم لا أدع مسافة زمنية في فاصل وقت زمني طويل بين غسل وجهي وغسل يدي. بمعنى أنا أغسل وجهي، غسلت وجهي، اتصل شخص بالهاتف، ذهبت فرددت إلى الهاتف، رددت الهاتف وأجبت عنه، ثم رجعت فأكملت فغسلت يدي ولم أعد غسل وجهي. هذا الآن اسمه الموالاة أو التوالي. الآن الترتيب، ترتيب أعضاء الوضوء، هذا سنة عند الإمام أبي حنيفة، واجب عند الإمام الشافعي. فلو أن إنسانا غسل يديه قبل وجهه ترك سنة لكن لم يبطل وضوءه عند أبي حنيفة، أما عند الشافعي فقد بطل وضوءه عليه الإعادة، لازم يرتب عند الشافعي، ولعله أقرب والله تعالى أعلم، لأن الآية ذكرتها بالترتيب وذكرت وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ومعلوم هذا أمر يحتاج إلى تفصيل يعني وشرح ذكرته سابقا منذ مدة. المهم، فوالله أعلم ترتيب ضروري. الآن التوالي، هذا الرجل بعد مدة زمنية تذكر عاد يغسل وجهه وانتهى الموضوع. أولا هنا في الترتيب في التفصيل الأول هنا يعتبر قد أخل بالغسل، لأنه سيغسل وجهه بعد ما غسل وجهه في البداية، غسل يديه ومسح رأسه وغسل رجله ووجهه نسيه، فهذا أخل بالترتيب من جهة وأخل بالتوالي من جهة أخرى. الآن التوالي أو الموالاة في الغسل، هذا سنة عند الشافعي والحنفي، عند أبي حنيفة والشافعي، عند مالك وأحمد فرض الموالاة التوالي. فهذا أخل بهاتين القضيتين، بالترتيب وبالتوالي وبالموالاة، فالأولى به الأصح به أن يعيد وضوءه فهو خير له. هذا والله أعلم. على كل، يجوز إن قلد أبا حنيفة في هذه القضية لا حرج.